سلام شباب، لاباس عليكم. واش في اخباركم بان موعد التسجيل في اللوائح الانتخابيه برسم سنه 2021 بالنسبه للمواطنين الغير مسجلين في اللوائح راه بدا الاجل ديالو الى غايه يوم 31 دجنبر 2020؟ وشكون اللي خصو يتسجل في اللوائح الانتخابيه العامه؟ هذا سؤال مزيان. المعنيين بالامر هما المغاربه الشباب ذكورا واناث اللي قربوا يكملوا 18 سنه كامله قبل تاريخ حصر اللوائح الانتخابيه العامه اللي كيتم في 31 مارس من كل سنة. باقي المغاربة ذكور وإناث المتوفرون على الأهلية الانتخابية وباقي ما تسجلوا في اللوائح الانتخابية. المغاربة ذكور وإناث المزدادون والمقيمون في الخارج واللي عمرهم 18 سنة كاملة فما فوق. المغاربة ذكور وإناث المزدادون بالمغرب والمقيمون في الخارج واللي عمرهم 18 سنة كاملة فما فوق. وشنو الهدف من هذا التسجيل؟ السيدي، الهدف من التسجيل في اللوائح الانتخابية عنده أهمية كبيرة، منها حق التصويت في يوم انتخابات، انخراط في الحياة الديمقراطية للبلاد، وكيساعد على إسماع صوت المواطنين، المشاركة في الاستشارات المقبلة، أداء الواجب كمواطن ومواطنة. عندك الصح، هادشي اللي قلتي مهم. احنا بدورنا كشباب لازم علينا نساهموا ونشاركوا في اختيار الشخص اللي غادي يمثلنا باش نشوفوا التغيير اللي بغينا. ولكن كيفاش كيكون التسجيل؟ كاين جوج خيارات لطلب القيد، اما بالتوجه للمكتب المحدد لهذه الغايه مرفوقين بالوثائق المطلوبه. خاصكم الحضور لمكتب التسجيل القريب من محل سكنكم ومعكم البطاقه الوطنيه للتعريف. خاصكم كذلك ملء وتوقيع مطبوع خاص بطلب التسجيل في اللوائح الانتخابيه او نقل القيد. الا كنتم مزدادين في جماعات وصنف ضمن الجماعات الواقعه في مناطق اعتياديه للترحال وباغين تسجلوا في اللائحه ديالها، خاصكم طلب تسجيل مرفق بشهادة مسلمة من طرف رئيس اللجنة الإدارية للجماعة اللي كتسكنوا فيها واللي كتثبت عدم تسجيلكم في لائحة الجماعة اللي سبق وذكرناها. وبمجرد أنكم تقدموا طلب تسجيل غادي تسلموا في الحين وصل كيحمل رقم ترتيبي مؤقت، ويمكن لكم كذلك ديروا طلب تسجيل عبر الانترنت. خاصكم تملؤوا الاستمارة الإلكترونية الخاصة بإيداع طلب تسجيل، تحققوا مزيان من المعلومات المدلى بها قبل تأكيد صحتها. غادي توصلكم رسالة إلكترونية كتضمن التعليمات الواجب اتباعها للإشهاد على تقديم طلبكم. خاصكم تدخلوا العنوان الصحيح لبريدكم الإلكتروني ليتم إشعاركم بالمآل اللي تخصص لطلبكم، وخاصكم كذلك الإشهاد على تقديم طلبكم فور التوصل بالرسالة الإلكترونية باش يتخذ طلبكم بعين الاعتبار. يمكن لكم تحميل وطباعة وصل إيداع طلب التسجيل في نهاية العملية. كاين موقع الكتروني اللي كيشرح بطريقه مبسطه اللي هو www.listelectoral.ma. ايوا اش باقي كتسنى؟ نسجل راسك في اللوائح الانتخابيه في اقرب وقت، راه اخر اجل هو 31 دجنبر 2020.